الحمد لله، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح مختصر المنار المسمى بخلاصة الأفكار، شرح مختصر المنار للإمام العلامة زين الدين قاسم ابن قطلبغة الحنفي رحمه الله، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وقلنا أن أصل الكتاب ومنار الأنوار للإمام النسفي رحمه الله أبو البركات، ثم بعد ذلك اختصره ابن حبيب، ثم بعد ذلك شرح هذا المختصر ابن قطلبغة رحمه الله. واليوم نبدأ في أنواع الخاص. وقال: الخاص نوعان، الأمر والنهي. وكما قلت لحضراتكم، الخاص أكبر من النوعين بكثير، لكن نص هنا على العام والخاص لكونهما أهم أنواع الخاص. نص هنا على الأمر والنهي لكونهما أهم أنواع الخاص. من أجل ذلك قدمهما في التقسيم ونص عليهما واهتم بهما اهتماما كبيرا. من القارئ؟ تفضل. قارئ ومن غير كتاب كمان؟ قارئ ومسلفه الكتاب كمان؟ تفضل سيدي. إذن هو قرأ في الأول الكلام الذي كتبه ابن حبيب مختصرا، اللي هو: ومنه الأمر واختص بصيغة لازمة، فلا يكون الفعل موجبا وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله، ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، فيقع على أقل جنسه ويحتمل كله على الصحيح. ثم بدأ في قراءة كلام ابن قطلبغة، قال: ومنه، فبيقول لي أي من أنواع الخاص. إحنا نتكلم هنا عن الخاص، فما يقول لي ومنه، الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور قبله، واللي كنا قبل كده بنتكلم عليه هو الخاص. ومنه أي من الخاص، من أقسام الخاص. ومنه أي من الخاص الأمر، وهو قول القائل لمن دونه افعل. شوف الكلام، كلام منضبط، كلام منمق، كلام واضح. الأمر، الأمر قول القائل لمن هو دونه، لأن القول لو كان لمن هو مساوي لا يسمى أمرا، لا يسمى أمرا. إحنا عندنا الفعل اسمه فعل الطلب، الفعل اسمه فعل إيه؟ الطلب. حينما تطلع ترفع الطلب إلى الله سبحانه وتعالى هذا يسمى دعاء. يعني حينما تقول يا رب اغفر لي، هذا طلب. هل تستطيع أن تسمي ذلك أمراً؟ حاشا لله. ليه؟ لأنه من الأقل للإيه؟ للأعلى. لأنه أمر من، لأنه طلب من الأقل للأعلى، يبقى لا يجوز أن أسميه أبداً أمراً، لا يجوز أن نسميه بالأمر، وإنما نسميه بالدعاء هنا، لأنه طلب من الله. يا رب اغفر لي، ارحمني، استرني، اجبرني، سامحني، كل ده نسميه دعاء، ولا نسميه أمرا، ولا نسميه أمرا، وإنما هو طلب. يبقى علشان أسميه أمر لازم يبقى إيه؟ قال: هو قول القائل لمن دونه. طب ولما لو كان مساويا هنسميه التماس، لو كان الشخص مساويا هنسميه التماس. تقول لمن بجوارك أعطني، أعطني الكتاب، أنت اديته الكتاب، ده اسمه إيه؟ اسمه التماس. اسمه إيه؟ التماس. يبقى إذا كان من المساوي هنسميه التماس، إنما إذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى ممكن يبقى رجاء، ممكن يبقى دعاء، ممكن يبقى أمنية، لكن لا نسميه أمرا.
الأمر حتى يكون أمراً لابد أن يصدر من جهة لها الإلزام، والأدنى لا إلزام له على الأعلى. واضح الكلام؟ يبقى وهو قول القائل لمن دونه، يعني لمن هو أقل منه في الرتبة، افعل. هذه صيغة الأمر، افعل، أو ما يشابه هذه الصيغة، مراداً به الطلب. ألا هل من الممكن أن يقول الأعلى للأدنى افعل ولا يريد به الطلب؟ نعم، كما في قوله تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا الخطاب لأهل النار، اللي دخل النار بيقول له ذق، هل هو يأمره أن يتذوق هنا؟ هذا نوع من أنواع الإهانة، هذا نوع من أنواع التوبيخ. واضح؟ يبقى قول القائل لمن هو دونه حتى يكون أمرا لابد أن يكون على سبيل الطلب، لابد أن يكون على سبيل الإيه؟ الطلب، سواء كان طلبا جازما أو طلبا غير جازم، طلبا جازما أو طلبا غير جازم، لأن الطلب لو كان جازما هيبقى الحكم هو الوجوب، ولو كان الطلب غير جازم الحكم هو الند. يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الاغتسال يوم الجمعة واجب، هل هنا المقصود بالوجوب أنه أمر لازم؟ يعني أنا لو ما اغتسلتش يوم الجمعة هيبقى الصلاة بتاعتي باطلة، وهيبقى أصلا أنا آثم لو ما اغتسلتش يوم الجمعة؟ لا. طب منين؟ لأنه يوجد أدلة أخرى تدل على أن هذا المعنى ليس مرادا. الدليل الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالجمع بين الدليلين يؤدي إلى أن الطلب هنا ليس طلبا جازما. جميل. يبقى منه، يعني من أقسام الخاص، الأمر. طيب، وما تعريف الأمر؟ الأمر هو قول القائل لمن دونه افعل، مرادا بها الطلب، مرادا بها الطلب. طيب كمل سيدي. ويختص أي يكون الأمر بصيغة فلا يعرف بدونها لازمة، بدونها لازمة أي مختصة به كما هو مختص بها. ويختص أي مدلول الأمر بصيغة، يعني لابد أن يكون هذا الأمر بصيغة. يعني لابد أن يكون بصيغة، هو ممكن يبقى الأمر من غير صيغة؟ يقول لك فلان ده، يقول لهم أنا بس لو بصيت لهم كده، لو نظرت إليهم يفعلون. صحيح؟ هذه ليست صيغة الأمر. هل الإشارة أمر؟ لا، مع أن الإشارة معترف بها في الشريعة الإسلامية. يعني ابن أبي حدرد، حديث مشهور وموجود في صحيح البخاري، الذي يعني جاءه الرجل يطلب منه، أو يطلب هو من الرجل قضاء ما عليه من المال، فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كشف سجف حجرته. إيه سجف الحجرة ده؟ ستر الحجرة أو باب الحجرة كما في بعض الشروح. فنادى على أحد المتخاصمين، صاحب الدين، صاحب المال، فقال له: ضع من دينك هكذا وأومأ. يعني إيه أومأ؟ أشار، أي الشطر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار، جزاكم الله خير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ أشار. والإشارة هنا مبينة ولا غير مبينة؟ مبينة، حتى أنه قال أشار، أي الشطر. خلاص. لكن هل اعتبرنا بالإشارة أم بالفعل أم بالقول؟ لا، بالقول بس. إزاي؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ضع،
قلل، ضع من دينك هكذا وأومأ أي الشطر. من أجل ذلك قلت لكم كثيرا الحنفية يقولون لو قال له، لو قال لزوجته أنت طالق هكذا يبقى كم طلقة؟ ثلاث. ولو قال لزوجته أنت طالق هكذا يبقى اثنين، ولو قال لزوجته أنت طالق تبقى واحدة. قلت هذا الكلام مرارا وتكرارا لكن حضراتكم بتنسوا. ليه؟ احنا بنرتبط بالفعل، الفعل هو الأساس، القول قصدي هو الأساس، القول هو الأساس. فلو قال لها أنت طالق لم يقل كلمة هكذا، صح؟ إذن هذه الإشارة لا علاقة لنا بها، كأنها مش موجودة، كأنه يقول لها نايس، تعرف أنت مضبوط. يبقى لو قالها أنت طالق وهو يشير، أنا أرتبط بقوله ولا بإشارته؟ بقوله فقط. طب والإشارة هنا لا أصل لها، لأنه لم يتلفظ بما يفيد أن الإشارة، أن الإشارة لها معنى. لكن لو قال لها أنت طالق هكذا يبقى أنا هتبع الإشارة بناء على كلمة إيه؟ على كلمة هكذا، يعتض بها في هذه الحالة. جميل. طيب ليه قلنا كده ثلاثة وكده أربعة؟ قال لأن الإشارة بباطن الكف يشير بها إلى المنشور من الأصابع، والإشارة بظاهر الكف يشير بها إلى المقبوض من الأصابع. مش فاهم يعني سيادتك لما تيجي تعد الواحد قدامك فبتقول له أدي واحد أدي اثنين أدي ثلاثة، صح كده؟ يبقى أنت عديت إيه؟ المنشور. يعني إيه المنشور؟ الأصابع المفرودة، الأصابع الواقفة. جميل. لكن حينما تعد لنفسك ده عرف، حينما تعد لنفسك بتقول إيه؟ أدي واحد أدي اثنين، كم ترى أنت؟ أنت ترى ثلاثة لكنني عددت كم؟ اثنين بس، صح؟ يبقى حينما تشير بباطن الكف فالمراد هو المنشور، وحينما تشير بظاهر الكف فالمراد هو الإيه؟ المضمون. فلو قال لها أنت طالق هكذا فالمراد طلقة واحدة، لو قال لها أنت طالق هكذا المراد طلقتان، لو قال لها هكذا المراد هو المضموم. كم عدد الأصابع المضمومة؟ ثلاثة. يبقى واضح؟ يبقى مرة أخرى، العبرة هنا بالصيغة أم العبرة بالإشارة؟ العبرة بالصيغة، لأنني لو لم أقل هكذا لا يعتبر بالإشارة، لا يعتد بالإشارة، تخصص المعنى لكنها لا تنشئ الأمر، الأمر لا يكون إلا بصيغة. طب الفعل، هل الفعل يوجب أو يلزمني بالوجوب؟ لا، هناك أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحرم على أمته، تحرم على أمته، كأن جمع بين أكثر من أربع نساء في وقت واحد، فعله النبي ولا لم يفعله؟ فعله النبي. فهل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في هذا الموقف دليل يلزمني بذلك أو حتى يبيح لي ذلك؟ لا، لأنه ربما يكون هذا الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. علاقة ده بالأمر، أنا أتكلم، لا أتكلم هنا عن حكم، أنا أتكلم هنا عن إيه؟ عن الأمر. الأمر لا يكون بالإشارة، إنما قد يفهم من الإشارة، كما قلت ضع من دينك هكذا فهمنا من الإشارة الشطر. لكن الأمر لا يكون بالإيه؟ لا يكون بالإشارة. الفعل الأمر لا يكون بالفعل، إنما الأمر يكون بماذا؟ بالصيغة، بالقول فقط. هذا هو المعنى الذي يراد. هل يفهم من الإشارة معنى؟ يفهم من الإشارة معنى، حتى الإشارة التي قلت عليها هي جاءت في إطار النهي، النهي عن أن يشير أحدنا إلى أخيه بحديدة، جاءت بلفظ، جاءت بلفظ، ماشي. لكن هو يشرح الإشارة، هو يشرح أن هذا اللفظ يحتاج، أو اللفظ ده يقول على أن الإشارة هنا تفيد كذا وكذا وكذا. لكن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو لازم نفرقه،
زي ما احنا في الحنفية بنفرق، هل الحنفية يأخذون مثلا بدليل المخالفة؟ كثير من الناس يقول لك أنتم الحنفية لا تأخذون بدليل المخالفة، قل له لا، ما انتش فاهم يعني ايه حنفية ولا فاهم يعني ايه مذهب حنفي. المذهب الحنفي لا يأخذ بدليل المخالفة في كلام الشارع فقط، إنما في كلام البشر نأخذ بدليل المخالفة. ما أقول حضر محمد فقط معناها أن زيد وعبيد وفلان ما حضروش بمفهوم الإيه؟ المخالفة. يقول لي تستنى بقى يا شيخ، أنت كده خدت بمفهوم المخالفة. أما أنا باخد بمفهوم المخالفة في كلام البشر، في القوانين، في كلام الفقهاء نأخذ بمفهوم المخالفة، لكن لا نأخذ بمفهوم المخالفة فين؟ في كلام الشارع سبحانه وتعالى، لأن عبارة الشارع ليست كعبارتنا، عبارتنا قاصرة، فتفهم أنك تريد من 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 إثبات الشيء نفي ضده، لكن عبارة الشارع عبارة بليغة، قد لا يريد منها نفي الضد، وإنما يريد أي أمر آخر، ويفهم الضد من دليل آخر. واضح الكلام ولا مش واضح؟ يبقى ويختص أي مدلول الأمر بصيغة فلا يعرف بدونها، يعني لا يعرف بدون الصيغة، لا يعرف بالإشارة ولا يعرف بالفعل، لازمة أي مختصة به كما هو مختص بها، لابد أن تكون الصيغة مختصة لازمة تلزم، زي كتب عليكم، زي افعل. ماشي، تفضل سيدي. فلا يكون الفعل موجبا لأن الوجوب بالأمر والأمر مختص بصيغته. يبقى أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست كأقواله، أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست كأفعاله، أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار بشريته، ومنها ما يعني مثلا ما يقول لك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسرع في مشيته كأنه يعني ينحدر من مكان عال، هل هذا يلزمني أن أمشي بنفس الطريقة؟ لا. هل أثاب على أن أمشي بهذه الطريقة؟ لا، إلا في حالة واحدة، إذا فعلت ذلك على هيئة أنني أقتدي بالنبي في كل أقواله وأفعاله فقط. إنما واحد مشي بنفس مشية النبي صلى الله عليه وسلم من غير يعني من غير إرادة لذلك، لا يثاب على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب في الطعام كذا وكذا، وكان لا يحب في الطعام كذا وكذا، هل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا دليل على كراهته الأكل من هذا النوع من الطعام وعلى استحباب الأكل من هذا النوع الآخر من الطعام؟ لا. واضح؟ تفضل. وموجبه أي الذي يوجب الأمر المطلق هو الوجوب، أي لزوم الإتيان بالمأمور به، لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أخذ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جميل، يبقى هذا دليل واضح على أمرين، دليل واضح أولا على أن الأمر يفي الأمر أن الأمر المطلق الخالي عن القرينة يفيد الوجوب، الأمر الخالي عن الأصل كده أن الأمر يفيد الوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب، لكن الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، لكن الأمر ممكن القرائن تخليه يفيد 20 معنى غير الوجوب، الأمر ممكن يفيد 20 معنى غير الوجوب، يفيد الندب ويفيد الإرشاد ويفيد الإباحة، أشياء كثيرة جدا، 20 إفادة يفيدها صيغة الأمر، لكن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. ما الدليل؟ قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وهذا دليل آخر، يعني ده دليل على أن الأمر يفيد الوجوب، وهذا دليل أيضا على أن السنة النبوية تشريع كما أن القرآن تشريع، دليل واضح. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون أمر الله أو أمر رسوله أو أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يحذروا من أن تصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم. طيب هيصيبهم عذاب ليه؟ إلا إذا كان هذا العذاب لأنهم خالفوا أمرا واجبا، إلا إنهم خالفوا واجبا. لو كان الأمر في هذه الحالة يفيد الاستحباب هل يعاقب الإنسان على ترك المستحب؟ لا. إن أخذنا أن الواجب هو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه، وخدنا أن المستحب ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، لا يعاقب على ترك المستحب. طب هنا القرآن بيقول الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كون العذاب الأليم يترتب على مخالفتهم بهذا الأمر يعني أن هذا الأمر يقتضي الوجوب، يعني أن هذا الأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب. وسواء كان الأمر بعد الحظر أي المنع، نحو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. القرآن في حاجة اسمها الأمر بعد الحظر، يعني يأتي حظر من القرآن أو من السنة، ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، يعني النبي نهاهم عن زيارة القبور، ده اسمه حظر. ألا فزوروها، ده إيه؟ أمر بعد حظر، هذا أمر بعد حظر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، كان حرام إنك تقتل حد في الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. نسألك بقى سؤال بقى بمناسبة القرآن، في كتاب الله وردت 4 مرات في القرآن، أدي مرة صح كده؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا ها في كتاب الله، فاضل 3 تعرفوا تجيبوهم؟ طيب ده واجب للمرة اللي جاية. يبقى قوله تعالى في كتاب الله وردت في القرآن كم مرة؟ 4 مرات. أول مرة فيهم قوله إن عدة الشهور عند الله دي تاني مرة فيهم، تاني مرة فيهم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ماشي، فهات لي بقى من القرآن حتى خليها المرة اللي جاية حد بقى يجيب لي قوله تعالى في كتاب الله هي وردت 4 مرات في القرآن الكريم، يجيبها لي. خلاص جماعة الوافدين انتوا بتبقوا حافظين. جميل جميل، هذه المرة الثانية في سورة نجيبها. خلاص كان ذلك في الكتاب مستورا. دور وموجبه يبقى قال فليحذر الذين يخالفون، وسواء كان الأمر بعد الحظر، لا الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، لا بس مش كل أمر وجدناه بعد حظر أفاد الوجوب، إذا صرفه عن الوجوب صارف، لكن الأصل إن الأمر يفيد الوجوب، الأصل أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفه عن الوجوب صارف، كما في قوله تبارك وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أدي الحظر. ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد الحظر، هنا يفيد الإباحة، لكن أفاد الإباحة ليس لأنه أمر جاء بعد حظر ولكن لقرينة أخرى، الصيد أصلا ليس واجبا قبل الحظر. ولذلك بعض العلماء قالوا أن الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده الحكم قبل الحظر، يعني الصيد قبل الحظر كان يفيد كان حكم الحل، يبقى بعد رفع الحظر يفيد أيضا الحل. واضح؟ كمل. قبله لأن المقتضى للوجوب هو الصيغة،
الصيغة قائمة في الحالين، وما جاء للإباحة بعد الحرف فلدليل غير الصيغة. فلدليل غير الصيغة. ولا يقتضي أي لا يوجب الأمر المطلق التكرار. التكرار. التكرار أي تكرار المأمور به، وهو أن يفعله ثم يعود إليه وهكذا ولا يحتمل. أي لا يكون التكرار محتملا من محتملات الأمر يحمل عليه بالقرينة، سواء تعلق الأمر بشر نحو قوله تعالى وإن كنتم جنوبا. والكلام ده قلناه كثيرا برضو قبل ذلك، فهو يعتبر إعادة، بس من باب الإعادة إفادة، إن كل ما كان على وزن تفعال، ما كان على وزن إفعال وهو مصدر يكون بالكسر، ماشي. أما إذا كان اسما يكون بالفتح، يعني يكون بالفتح وبالكسر، زي تمساح وتمثال، ماشي. لكن إذا كان مصدرا يكون بالكسر، زي تذكار، ماشي. تعشار، إلا في أمثلة معينة جاءت بالكسر، هي بالفتح، المصدر يكون بالفتح، ماشي، زي تكرار، ماشي. إلا ما يستثنى منه وهو ما ورد في القرآن، قوله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء وتلقاء، دول المصدرين الوحيدين جاءوا بالكسر، ماشي. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على ولا يقتضي، اي لا يوجب الامر المطلق التكرار. المطلق يعني الخالي من القرينه، لا يقتضي الامر المطلق يعني الخالي من القرينه. التكرار يعني تكرار المامور به، وهو ان يفعله ثم يعود اليه وهكذا. ولا يحتمله، اي لا يكون التكرار محتملا من محتملات الامر يحمل عليه بالقرينة، سواء تعلق الأمر بشرط نحو قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. يعني هنا الأمر مرتبط أو متعلق بشرط. الشرط هنا الجنابة. الشرط هنا الجنابة، ما قالش اطهروا، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. يبقى هنا بيقول لي مع هذا الشرط هتطهر، مع هذا الشرط هتطهر. طب لو تكرر هذا الشرط هل يقتضي تكرار الفعل؟ مش فاهمين. رجل جامع زوجته مرارا قبل أن يتطهر، هل يقتضي ذلك أن يكرر الغسل؟ لا، يجب عليه الغسل مرة واحدة فقط. يبقى الأمر لا يقتضي الإيه؟ لا يقتضي التكرار. عرفنا منين إن الأمر لا يقتضي التكرار؟ هو الأمر يفيد الوجوب بس. رجل، ربنا بيقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. رجل زنى 100 مرة ثم جاء وقال أنه وقع في هذه الجريمة، يجب عليه إقامة الحد، هو لم يتزوج، يجب عليه إقامة الحد. إقامة حد الزاني 100 جلدة، صح كده؟ طيب الحاكم ولا القاضي لما هيأمر بجلد 100 جلدة هيأمره بجلد 1000 جلدة بناء على إن دي 10,000 جلدة بناء على دي 100 مرة؟ لا، هيأمره بجلده كام؟ 100 جلدة فقط. فالأمر هنا لا يقتضي الإيه؟ التكرار. الأمر هنا لا يقتضي الإيه؟ التكرار. ليه؟ لأن المرأة حدث بينها وبين زوجها جماع، وجب عليها الغسل، دخل عليها الحيض، هل من الممكن؟ وده سؤال يأتي كثيرا وبعض الناس بيفكر فيه. امرأة حدث بينها وبين زوجها جماع ثم حاضت، هل يجوز لها أن تؤخر الغسل لحد ما ترتفع الجنابة، ولا يحرم عليها أنها تؤخر الغسل؟ دلوقتي امرأة جمعها زوجها، مش المفترض ان المرأة التي جمعها زوجها يجب عليها الغسل، صح كده؟ طيب دخل الحيض، تغتسل ولما يرتفع دم الحيض تغتسل مرة اخرى، ولا يكفيها غسل واحد؟ يكفيها غسل واحد، يكفيها غسل واحد فقط عند انتهاء الحيض، يكفيها غسل واحد فقط عند انتهاء
الحيض. ليه؟ لأن الأمر لا يقتضي التكرار، وإن كنتم جنبا فتطهروا. طب دي جنابة، هتتطهر للجنابة كم مرة؟ مرة واحدة. ولأن التطهر من الحدث الأكبر، ما المقصود من التطهر؟ البعض يقول المقصود منه رفع الحدث، والبعض يقول المقصود منه استباحة ما يفتقر إلى الغسل أو إلى الوضوء. يعني أنت يعني تحتاج إلى الوضوء إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة، وإن كنت جنبا تحتاج إلى الوضوء إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة. لكن لو إحنا قلنا أن الغسل في حق إن المقصود رفع الحدث فقط، طيب هل لو إنسان حدث منه حدثت له جنابة الآن، لسه هو صلى العصر وحدثت له جنابة الآن، هل يجب عليه الغسل الآن؟ لا. ليه؟ لأن استباحة أو الأشياء التي تحتاج إلى استباحة زي مثلا الصلاة لسه وقتها ما جاش، الطواف هو مش بيطوف دلوقتي، قراءة القرآن مش هيقرأ القرآن دلوقتي، إمتى هيجب على الغسل؟ إذا ضاق الوقت، لو فاضل على أذان العشاء وقت قليل وهو حدثت منه الجنابة الآن، وقت فاضل على وقت صلاة العشاء وقت قليل، ليه؟ لأنه ساعتها يجب عليه أن يغتسل حتى يؤدي صلاة المغرب في وقتها قبل أن يخرج الوقت وتنتقل إلى وقت العشاء، ليس صحيحا؟ يبقى عشان كده قالوا أن الغسل يكون لاستباحة ما يفتقر إلى الغسل، لاستباحة ما يفتقر إلى طهارة. واضح؟ فالمرأة في هذه الحالة لا تفتقر إلى ذلك. ليه؟ لأن أصلاً لا يجب عليها في هذه الحالة قراءة القرآن وتسقط عنها الصلاة ولا يجب عليها الصيام ولا تطوف بالبيت، فلذلك يجوز لها أن تؤخر الغسل. لكن لو أردت أن تغتسل فبها ونعمت. تفضل يا سيدي. فهمنا يعني إيه؟ تعلق بشرط، أهو هنا الشرط إيه وإيه؟ الجنابة. وإن كنتم جنبا ده الشرط فاتطهروا. يبقى هنا الشرط الأمر هل هو أمر مطلق ولا أمر مرتبط بشرط؟ مرتبط بشرط، ما قالش فاتطهروا بس، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. اتفضل. هذا وصف الزانية والزاني، صفة للرجل الذي وقع منه هذا الوصف اللي هو الزنا، وصفة للمرأة التي وقع منها هذا الوصف اللي هو الزنا، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كما قلنا هل لو تكرر منه الفعل قبل إقامة الحد هل يقتضي تكرار الحد؟ لا. هتقولي طب ما لو أقيم عليه الحد ثم وقع في الفعل مرة أخرى هيقام عليه الحد؟ طب بأنه زنى فوقع عليه قوله الزانية والزاني فاجلدوا بالأمر الأول، وليس هذا تكرارا للأمر، ليس هذا تكرارا للفعل. واضح المعنى ولا غير واضح؟ تفضل. لأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمر خارجي. جميل. الأمر ماذا يفيد؟ الأمر يفيد طلب الفعل. ماذا يفيد الأمر؟ طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى، لأنه لو كان من الأدنى إلى الأعلى لا يسمى أمرا، ولو كان من النظير إلى النظير لا يسمى أمرا، إنما يسمى الأمر بالأمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى. طيب، والمرة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمر خارجي، يعني الأمر المراد في كلمة أمر طلب الفعل، طلب الفعل مرة ولا طلب الفعل مرتين ولا طلب الفعل 3 مرات، ده معنى زائد عن التعريف، ده معنى زائد عن التعريف، فما يدخلش معايا، ده أمر خارجي، أمر خارج عن فعل الأمر. واضح؟ تفضل. والخروج عن عهدة المأمور به بالمرة بحصول الحقيقة. نعم. لا أنها من مدلول الصيغة، وما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها عند الجمهور، وقال بعض يعني واحد يجي يقول لك طب تعالى يا شيخ انت مذهبك حنفي؟ تقول الامر لا يقتضي التكرار؟ طب بنصلي الظهر كل يوم ليه؟ ما كده يكفي
أن نصلي الظهر مرة واحدة إذا كان الأمر لا يقتضي التكرار. هتقول له ما هو أنت سيادتك مش فاهم، هو هنا قال لي هتصلي بسبب ما هو سبب الصلاة؟ دخول الوقت. فكلما دخل الوقت هناك أمر جديد بالصلاة. إحنا مش بنكرر، لا، هناك أمر ربط الصلاة بسبب، فتتكرر فيتكرر الأمر. مش الأمر هو اللي يفيد التكرار، لا، ده كلما دخل السبب كأن هناك أمرا جديدا بالصلاة، لأنه قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبتكرر أسبابها عند الجمهور كأنه يأمرك كل مرة بالصلاة، لأنه في كل مرة بيقول لك صلي، فأنت بتنفذ الأمر مرة واحدة. كلما دخل الوقت كأن الشارع يقول لك صلي، فأنت تنفذ هذا الأمر. وقال بعض بتكرر المأمورات بتكرر الأوامر، البعض قال ذلك، لكن هذا قول ضعيف. إحنا عندنا الأمر لا يفيد التكرار. تفضل. أقل الجنس أديبة، أقل الجنس مرة. ولذلك لو نظر أن يصلي وما حددش، لو نظر أن يصوم وما حددش، واحد قال لك لله عليه إنه لو نجح في الثانوية الأزهرية ولا لو نجح في الجامعة ولا لو مش عارف ربنا كرمه بإيه كده هيصلي، وبعدين هو ما كانش متخيل انه ينجح يعني. قال لك انا لو طلعت الاول على الثانويه الازهريه نذر عليه ان هو يصلي. فضلت الامام الاكبر اتصل بي، يا ابني انت طلعت الاول على الثانويه، انا اطلع اهي ربنا كريم. يصلي قد ايه؟ يصلي لحد ما يموت؟ لا، احنا قلنا الامر يقتضي التكرار، يقتضي المره. طيب بس المرة اللي هي ايه؟ اقل ما يقع عليه، اقل الجنس اللي هو ايه؟ جنس الصلاة اقلها ركعتان، يبقى هيصلي اقل حاجة ركعتين. طب ولو صيام، اقل الصيام يوم، يبقى هيصوم يوم واحد. اتفضل يا سيدي. على اقل جنس، اي اقل جنس المأمور هو الفرض الحقيقي، ويحتمل كله، اي كل الجنس باعتبار معنى الفردية لا باعتبار معنى العدد. طيب. صار من حيث هو جنسا واحدا وإن كان له أفراد، على الصحيح احترازا من قول زفر أنه يحتمل العدد، وتظهر ثمرة الخلاف في من طيب. إحنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت على نوعين من أنواع الخصوص، فاكرينهم؟ فاكرين احنا لا بنذاكر ولا بنقرا، ولو ما ذاكرناش وما قرناش هيبقى الكلام ده كله ملوش فايده. قلنا المره اللي فاتت ان الخاص في خاص حقيقي وفي خاص اعتباري، صح كده؟ وقلنا ايه هو الخاص الحقيقي؟ خصوص العين. خصوص الايه؟ العين، زي جاء زيد، ماشي؟ ده خصوص ايه؟ خصوص العين. طب والخصوص الاعتباري في منه خصوص الجنس وخصوص النوع. خصوص النوع زي ايه؟ زي الانثى، زي الذكر. خصوص الجنس زي الانسان، الاسد، ماشي؟ طيب هو هنا بيقول لي انت بتقع على اقل حاجه. طب اقل حاجه تعتبر بقى الخاص هنا خصوص العين ولا خصوص النوع ولا خصوص الجنس؟ قال لي بص يا سيدي، يقع الامر فيما للمامور به افراد، اذا كان المامور به له افراد، على أقل جنسه، أي أقل جنس المأمور به، وهو الفرض الحقيقي، وهو الفرض الحقيقي اللي هو إيه الفرض الحقيقي؟ اللي هو خصوص الإيه؟ خصوص العين. ويحتمل كله، أي كل الجنس، باعتبار معنى الفرضية اللي بنسميها خصوص النوع أو خصوص الجنس، لا باعتبار معنى العدد، فصار من حيث هو جنسا واحدا وإن كان له أفراد، على الصحيح احترازا من قول زفر أنه يحتمل العدد. حد فاهم حاجة؟ مش فاهمين حاجة. قال لها
أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقا، مثالين هم أنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقا. كلمة طلاقا والطلاق ده اسم جنس، اهو ده مصدر، الطلاق مصدر صح. لو قلنا أن المراد به خصوص العين يبقى الطلاق هنا المراد منه كم طلقة؟ طلقة. طب ولو قلنا جنس الطلاق كم طلقة؟ ثلاثة. إذن لو قال لها أنت طالق طلاقا في مذهبنا نسأله عن نيته، إن نوى طلقة واحدة تقع طلقة واحدة، وإن نوى ثلاثا تقع ثلاثا، وإن نوى ثنتين تقع طلقة واحدة. اشمعنى؟ لأنه إما أن يراد به خصوص العين، وإما أن يراد به خصوص الجنس، لكنه لا يحتمل العدد. يعني إيه لا يحتمل العدد؟ أنا مش بقول إن كلمة أنت طالق طلاقاً، كلمة طلاقاً دي ما تحتملش واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، إنما تحتمل إما خصوص العين تبقى طلقة، أو جنس الطلاق أنت أصلاً تملك عليها كم طلقة؟ ثلاثة. إذن لو كنت تقصد أنت طالق طلاقاً الطلاق كله يعني، يبقى معنى كده أنت بتطلقها كم طلقة؟ ثلاثة. طب ولو أنت قصدك أنت طالق طلاقاً يعني طلاقاً واحداً، يبقى يقع طلقة واحدة. طب ليه ما تقعش طلقتين؟ لأن هنا مش عدد، إحنا ما بنعدش، إحنا نقول لك إما أنك تعني خصوص العين أو أنك تعني خصوص الجنس. خصوص العين طلقة والجنس كله كم طلقة؟ ثلاث طلقات. هو أحد أبناء عبادة بن الصامت روية أنه طلق امرأته ألفاً، ظاهر أنه يعني كان مخنوق شوي، طلق امرأته إيه؟ ألفاً. هيقع ألف طلقة؟ هو ما يملكش ده، هيقع كم طلقة؟ ليه ثلاثة؟ لأن هو الذي يملكها الثلاثة. قال بانت منه بثلاث في معصية وتسعمائة وسبع وتسعون فيما لا يملك، في 700 في 997 ما كانش يملكهم اصلا، فما يبقعوش. ليه؟ لان انت جنس الطلاق كام؟ ثلاثة. فيبقى لو قال لها انت طالق طلاقا عند الحنفية هيقولوا ايه؟ هيقولوا ده هنسأله عن نيته، لو كان ينوي طلقة واحدة ينفع. ليه ينفع؟ لان ده خصوص الايه؟ خصوص العين. ولو كان يقصد ثلاث طلقات ينفع، لان ده خصوص الايه؟ الجنس. طب ولو كان يعني طلقتين ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ انا ما بيحتملش عندي هنا التكرار، لا يحتمل عندي التكرار، لا يحتمل عندي التكرار. هتقولي طب ما انت قلت ثلاثة، انا قلت ثلاثة ليس باعتبارها ثلاثة، امال باعتبارها ايه؟ باعتبارها جنس الطلاق. امتى ينفع اقول انها يقع طلقتين؟ اللي هيقولها فيك وياخد 10 جنيه. اصلا انا ما اقولش هياخد 10 جنيه الا اذا كنت متاكد انك مش هتقولوها. امتى ينفع تبقى طلقتين عند عامه الحنفيه بلا خلاف؟ ايه؟ لا، النوى بها عند عموم الحنفيه لا يقع اثنين. اذا كانت اما، أما ما قلتهاش، كنت هقولها وكان في نيتي وضميري أنا. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الله يعني عفى عما وسوست به أنفسها الإنسان، عما وسوس به نفسه. إيه الوسوسة؟ الصوت الخفيف اللي هو يكلم نفسه، ده مش علاقة بيه، كلمينا كده قولي. إذا كانت المرأة أما عدة المرأة الأمة عدتها حيضتان ولها طلقتان، صح كده؟ فلو قال لها الأمة، لو قال لها أنت طالق طلاقا، إما إنها تقع طلقة واحدة أو تقع طلقتين على حسب النية. اشمعنى؟ ده خصوص العين وخصوص الجنس. جنس طلاق الأمة طلقتان. طب شوف كمان مكتوبة ومحدش شافها،
قرأتها وما لحقتش قلتها. طب انا اعمل لك ايه؟ عشان العشرة جنيه يعني كان عايز يحافظ على العشرة جنيه بتاعتي. نفس الحكم. نعم. حتى لو هو كان زفر ولا كده. زفر لا زفر خالف في ذلك. زفر خالف الحنفية في هذا. بالمناسبة زفر كان أكبر أصحاب أنتوا عارفين الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه له تلاميذ كثر. ماشي؟ له أكثر من 70 تلميذ المقربين، ده غير الأعداد الكبيرة التي كانت تحضر المجلس. لكن أقرب تلاميذه كانوا 4، الصاحبان اللي هم أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ثم ذفر ثم الحسن بن زياد، دول أقرب. وكان أقياسهم ذفر، كان أقياسهم إيه؟ ذفر. ماشي؟ لكن كان المعتبر، إحنا عندنا المعتبر في المذهب قول أبي حنيفة، إن لم يكن فقول أبو يوسف، فقول أبي يوسف، إن لم يكن فقول محمد، إن لم يكن فقول زفر، إن لم يكن فقول الحسن بن زياد. طبعا قول الصاحبان مقدم على قول زفر، وعلى قول الصاحبين مقدم على قول زفر وعلى قول محمد بن الحسن رضي الله عنه وأرضاه. يبقى وتظهر صبرة الخلاف في من قال لزوجته طلقي نفسك. عارفين انتوا هذا يسمى ايه؟ تفويض المرأة في طلاق نفسها. هذا يسمى ايه؟ تفويض المرأة في طلاق نفسها. تبقى المرأة ساعتها اسمها ايه؟ مفوضة. اللي بيعبروا عنها دلوقتي في التعبير العام المصري يقول لك العصمة في ايد الزوجة، وهذا ليس يعني صحيح. مفيش حاجة اسمها العصمة في ايد الزوجة، إنما في حاجة اسمها تفويض المرأة في طلاق نفسها. هناك مجموعة من المعلومات المغلوطة عن ذلك. أولا، إذا فوض الرجل زوجته في طلاق نفسها من حقه أن يطلقها أيضا، فهو صاحب الحق الأصيل ولا يضيع منه هذا الحق. يعني واحد قال لزوجته طلقي نفسك، من حقه أيضا أن يطلقها، وليس كما يشيعون عندنا دائما يقول له النبي طلقيني وعشان خاطر طلقيني، وهي تقول له أبدا، هذا كلام ليس صحيحا، من حقه أن يطلقها. رقم 2، من المعلومات الخاطئة أن المرأة تقف أمام الرجل وتقول له إذا فوضها في الطلاق تقول له أنت طالق، لا يقع الطلاق شرعا، لا يقع الطلاق. ليه؟ لأن الطلاق لا يقع على الرجل. ليه؟ ما هو الطلاق أصلا؟ الطلاق هو حل القيد. الطلاق هو إيه؟ حل القيد. طيب من المقيد في النكاح؟ المرأة وليس الرجل. إزاي يعني؟ المرأة هي المقيدة في النكاح؟ لأن المرأة إذا تزوجت لا يحل لها أن تتزوج بشخص آخر طالما أنها ما زالت في ذمة هذا الرجل. لكن الرجل المتزوج من حقه أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة نظريا بس، عشان التسجيل شغال، نظريا فقط. إنما الحنفية دائما يا جماعة من الموحدين، حنفية دائما من الإيه؟ من الموحدين. سمعيني كويس، حنفية دائما من الإيه؟ يعني من الموحدين، يعني يكتفي بامرأة واحدة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماشي؟ يبقى خلي بالنا من المعنى ده. إذن لو قالت المرأة لزوجها عند تفويضها أنت طالق، لا يقع الطلاق. وما تقول له إيه؟ تقول له طلقت نفسي منك، طلقت نفسي منك. يجوز. لو قالت له أنت بائن، ينفع، لأن البون معنى البعد، وإذا ابتعد الرجل عن المرأة ابتعدت المرأة عن الرجل، هذا المعنى. دي من ألفاظ الكنايات. إن نوت الطلاق يقع الطلاق. احنا عندنا الطلاق نوعين، طلاق صريح وطلاق كناية. ايه الطلاق الصريح؟ ومشتقات الطلاق كلها،
أنت طالق ومطلقة وطلقتك يا طالق، وأنت الطلاق وطالق الطلاق وطالق طلاقا وطلقتك، كل دوت اسمه طلاق صريح يقع به الطلاق الرجعي فقط ولا يقع به الطلاق البائن. ماشي. طيب أمال إيه بقى الطلاق البائن؟ أو إيه النوع التاني؟ الطلاق الكناية قصدي، النوع التاني الطلاق الكناية. إيه طلاق الكناية؟ أن يستعمل لفظا يفيد الطلاق ويفيد غيره. طب إيه حكمه؟ يقع الطلاق به في حالتين. إيه هما الحالتين؟ الحالة الأولى عند النية، والحالة الثانية عند مذاكرة الطلاق، يعني عند ذكر الطلاق. قالت له لو راجل طلقني، قال لها أنت بائن. يجي بقى يقول لي أصلا ما كنتش قصدي. لا، عند مذاكرة الطلاق يدل الحال على أنك تطلقه. طب واحدة بتقول لك طلقني دلوقتي، فقال لا الحقي بأهلك. طب واحدة بتقول له أنا عايز أروح أزور بابا، أنا ماما عيانة وعايز أروح أزورها، فقال لها الحقي بأهلك. هذا غالبا لا يطلقها، نسأله عن نيته، إنما الحال لا يدل على ذلك. طيب إيه الفرق بين الاثنين؟ الطلاق البائن في مذهبنا فقط، ركز في الكلام بقى، في مذهبنا فقط لا يقع به إلا الطلاق البائن. إيه الفرق؟ الطلاق الرجعي يستطيع في العدة أن يعيدها إلى عصمته من غير عقد جديد ولا مهر جديد ولا إذنها ولا رضا، رجعتك خلاص الموضوع خلص. طب والطلاق البائن في البينونة الصغرى والكبرى، فلو قال لها أنت بائن، ما هي ألفاظه كتير، أنت بائن الحقي بأهلك، أنت بتة، بالته مش بالطه، عشان لو بالطه يبقى بيدلعها، إنما بالته يعني البت يعني القطع. ماشي. يبقى أنت بائن بتة بتلة، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، اغربي اعزبي، كل هذه ألفاظ تفيد كنايات الطلاق. إيه حكمها؟ نسأله عن نيته، أو إذا كان في حالة مذاكرة الطلاق يقع بها الطلاق في حالة النية أو في حالة مذاكرة الطلاق، لكن تقع به طلقة إيه؟ طلقة واحدة بائنة. طبعا لو كانت الأولى أو الثانية تبقى بينونة صغرى، لو كانت الثالثة تبقى بينونة كبرى. طيب يعني إيه بينونة صغرى؟ يعني لا يحل لها أن له أن يعيدها إلى عصمته مرة أخرى إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذنها ورضا، حتى لو كانت في العدة. طب وإيه الفرق بينه وبين الأجنبي؟ الفرق بينه وبين الأجنبي أنه يستطيع أن يجدد نكاحها في العدة بعقد ومهر جديدين، لكن الأجنبي لا يجوز له ذلك إلا بعد انتهاء العدة. هو يجوز له ذلك في العدة وبعد انتهاء العدة، لكن بعقد جديد ومهر جديد وإذنها ورضاه. في أنهي ألفاظ؟ في كل ألفاظ، احفظ كده في مثلا الحنفي لازم تبقى الكلام ده في ذهنك، في كل ألفاظ الكنايات ما عدا ثلاث ألفاظ: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة، اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. دي ألفاظ كنايات ولا صريحة؟ كناية. يقع بها طلاق رجعي ولا بائن؟ رجعي، برغم أنها كنايات. يبقى كل الكنايات يقع بها الطلاق بائن إلا ثلاث ألفاظ: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة، اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. يقع بها ده لفظ كنائي، نسأله عن نيته، لو كان نيته الطلاق يقع بها طلقة واحدة رجعية. ما تقول له ايه؟ لو قالت له طلقتك او انت طالق لا يقع الطلاق، ألمين ويخلص الموضوع. ألمين، الألم يعني مش ضرب، ألم يعني شدة الألم. لو قالت له انت بائن يقع الطلاق، لانه ايه؟ فوضها في طلاق نفسها. لانه ايه؟ فوضها في طلاق نفسها. عايز تتعلم بقى الجزء ده عشان انت داخل على جواز، وربنا يرزقك يا رب ان شاء الله باذن الله، لما تكون ست معصلجة شويه وعايزه دي يبقى العصمه في ايديها. فالجماعه الحنفيه بس، لان الزواج على المذهب الحنفي عندهم طرق في الخروج من هذا المأزق، يفوضها ويبقى التفويض ده ملوش اي لازمه. ازاي؟ وبرضه بناتنا يعرفوا عشان ما حدش يضحك عليهم. يعني لو قالت له انا عايزه العصمه تبقى في ايدي، مفيش مشاكل، يكتب لها كده في العقد: طلقي نفسك. حلو كده؟ طلقي نفسك، ده تفويض في الطلاق، في أن تطلق نفسها. هي هتبقى مبسوطة وفرحانة وأنا كده العصمة في إيدي وهي ما خدتش حاجة خالص. ليه؟ طلقي نفسك في مذهب الحنفية وهو المعمول به يعني أن من حقها أن تطلق نفسها طلقة واحدة فقط رجعية،
طلقة واحدة رجعية في مجلس العقد، في المجلس اللي قالها فيه طلقي نفسك، وأكيد يعني مش هيخطر في بالها وهي في مجلس الزواج إنها تطلق نفسها. فبمجرد ما ينتهي العقد، يعني قعدوا كده وقال له زوجني ابنتك، زوجتك ابنتي، طب قول لها طلق، يعني من حقها انها تبقى العزمه بينها، فقلت خلاص اكتب لها طلقي نفسك، اول ما يقوموا كده مش من حقها انها تطلق نفسها، خلص الموضوع كده، يبقى انت اديتها اللي هي عايزاه وفي نفس الوقت ما خدتش حاجه. طب البنت طلعت نصحه شويه قالت لك لا، ما الشيخ ابو اليزيد قال ان طلقي نفسك دي في المجلس، فلو انت نصح شويه وهي ما حضرتش الدرس تقول طب ماشي طلقي نفسك متى شئتي. ها عايز اكثر من كده؟ ايه طلقي نفسك متى شئتي دي؟ يعني تقدر تطلع نفسها في المجلس بعديه بيوم، بعديه بشهر، بعديه بسنه، بعديه بعشر سنين، بعديه بعشرين سنه، في اي وقت تحب تطلق نفسها تطلق نفسها. هتقولي طب ما انت يا شيخ دبستني كده ولا لبستك ولا حاجه، طلقي نفسك طلقه واحده رجعيه، فلما تقول لك طلقت نفسي منك تقول لها وانا راجعتك، خلص الموضوع، شكرا، اتحسب الطلقه واحده، حسب الطلقة، لكن من حقك أن إيه؟ أن تراجعها. لا لا لا، ليس شرطا فاسدا. ليه؟ لأن من حق المرأة أن تطلب أن تفوضها في أن تطلق نفسها، إيه المشكلة؟ شرط لا أحل حراما ولا حرم حلالا، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طب البنت بقى نصحة بقى وبنت درس المذهب الحنفي ومدقدقة، تقول له لا، قل لي طلقي نفسك كلما شئت. شوف بقى النصحة، في فرق بين طلقي نفسك بس وطلقي نفسك متى شئت، أصعبهم طلقي نفسك كلما شئت. إيه كلما شئت دي؟ من حقها أن توقع الثلاث طلقات بس مش في مجلس واحد، يعني يقول لها تقول له طلقت نفسي ولا رجعتك ماشي، وانا طلقت نفسي تاني، فيقول لو انا رجعتك، فتقول له وانا طلقت نفسي للمره الثالثه، ها خلصت، يبقى كده مفيش رجوع يا عم الحاج، انتهى الموضوع، اكسبايرد، خلص الزواج، ماشي كده. يبقى ده الفرق بين طلقي نفسك وطلقي نفسك متى شئت وطلقي نفسك كلما شئت. طب لو بلفظ ليس فيه الطلاق يبقى طلاق بائن وممكن. طيب منين قلنا ان من حق المرأة انها تزوج نفسها وان دوت مش شرط حرام؟ ان ده وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الحق تبارك وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن وأسرحكن، الصراحة يعني الطلاق، فتعالينا. وعشان كده الجماعة الشافعية فقط يقولون إن ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة، الطلاق والصراح والفراط، لكن إحنا وكل الجمهور يقولون إن ألفاظ الطلاق الصريح هو بس الطلاق ومشتقاته، طالق ومطلقة، لكن هما بيقولوا الصراح والفراط لأن القرآن هو تعالينا أطلق ومتعكن وأسرحكن. طب جاوب منين الفراق؟ فأمسكوهن أو فارقوهن، فده بمعنى الطلاق ماشي. فيبقى هو فتعالينا، النبي ربنا بيقول له كده قل لازواجك وبناتك، قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الحياه وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيم. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمنا عائشة وقال لها إني أخبرك بأمر فما عليك أن تتعجلي حتى تستشيري أبويك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مش لازم تجاوبيني على طول، ممكن الأول تستشيري أبويك. ثم تلا عليها الآية إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن أطلقكن يعني صراحا جميلة، وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فما عليك أن تجيبني حتى تستأمري أبويك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالت أمنا عائشة يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ هو ده موضوع أصلا محتاج أن أنا أفكر؟ بل أختار الله ورسوله. فقالوا إن الزوج لو قال لزوجته اختاري
فقالت اخترت الطلاق وقع الطلاق. واضح الكلام؟ لو قال لها ايه اختاري بس بشرط ان تذكر الطلاق او النفس في قوله او في قولها، او ان يذكر بشرط ان يذكر النفس او الطلاق في قولها او قوله. يعني يقول لها اختاري الطلاق فتقول له اخترت، او يقول لها اختاري فتقول له اخترت الطلاق، او اختاري فتقول له اخترت نفسي، او يقول لها اختاري نفسك فتقول له اخترت. لكن لو ما فيش كلام خالص، ما فيش غير كلمه الاختيار، ما يقعش حاجه. يعني لو قال لها اختاري فقالت له اخترت، طب اختاري ايه واخترت ايه؟ ما فيش. انما لابد ان يقول اختاري فتقول له اخترت نفسي، اخترت الطلاق، اخترت الانفصال، فيقع الطلاق. واضح؟ مين اللي خالف في كل هذه المسائل؟ زفر. قال ان الكلام هنا نرجع للي كنا بنقوله، يحتمل الثنتين ايضا، يحتمل العدد. ليه يا سيدي؟ قال لي ما انتوا بتقولوا ان لو قال لها طلقي نفسك ونوى الطلقه تبقى طلقه، ونوى الثلاثه تبقى ثلاثه، والاثنين بعض الثلاثه، فاذا وقعت الثلاثه تقع الاثنين، لان اذا وقع الكل يقع الجزء. شوف هو اقيس الحنفيه، يعني دائما يستخدم القياس. نحن قلنا له ان المساله مش مساله عدد، هما المساله مساله ايه؟ خصوص العين او خصوص الجنس. فان نوى خصوص العين يبقى قع طلقه واحده، وان نوى خصوص الجنس يبقى يقع كام؟ ثلاثة. لأن هو يملك كام طلقة؟ ثلاثة. إمتى اثنين؟ في الأمى. ماشي؟ قال وتظهر ثمرة الخلاف في من قال لزوجته طلقي نفسك فإن لها أن تطلق نفسها واحدة، وإن نوى الزوج الثلاث فطلقت نفسها ثلاثا وقعا، وإن نوى الزوج ثنتين فطلقت نفسها ثنتين لم يقع شيء عندنا. ليه؟ لأن ده لا خصوص عين ولا خصوص جنس. وقال زفر يقع ثنتان. ليه؟ لنا أن العدد ليس بموجب ولا محتمل. العدد لا موجب ولا محتمل، هنا ليس لا توجب عددا ولا يحتمل العدد، فلا تصح نيته، لأن ده لا خصوص عين ولا خصوص جنس، إلا أن تكون المرأة آمة، لأن ذلك جنس طلاقها. الأمة كل الطلاق بتاعها كام؟ اثنين. وحنوقف عند حكم الأمر نوعان، أداء وقضاء، وده درس مهم جدا، الدرس ده المرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة العلم وطلب العلم بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد لي سؤال؟ طب الحمد لله.